تشكل مازوري المعروفة ببحيراتها الكبيرة موطناً لصانعي جبن في بولندا تركوا المدينة للإقامة في الريف. بولندا بلد معروف بالزراعة، وهي تعتبر قوة عظمى أوروبية في مجال إنتاج الدواجن والتفاح، ولكن هل تشتهر يوماً بالجبن البلدي؟ قرر روسلان كوزينكو مالك مزرعة وزوجته سيلفيا تحقيق حلمهما بحياة ريفية قبل حوالي 20 عاماً، فاشترى وزوجته مزرعة مهجورة تبلغ مساحتها 17 هكتاراً، وافتتحا فيها أولاً مدرسة للتدريب على ركوب الخيل، إلا أن إيرادات المدرسة لا تكفي فانتقلا إلى صنع الجبن. تراف bogatych z naturalnymi ziołami w Europie jest coraz mniej i myślę, że jest to jedna z przyczyn, dla których te nasze sery zachwycają nie tylko Polaków, ale bywa, że i Włochów, i Francuzów, i Hiszpanów. Ruslan i Sylwia يملكان أبقارا من جزيرة جيرسي البريطانية، وهي صغيرة الحجم نسبيا، لكنها تدر حليبا دسما بطعم استثنائي. أما النعاج فهي من نوع فريسون ومن الأكثر درا للحليب في العالم، ومصدرها من شمال ألمانيا.